ينقص من 10 ل 20 يناير عاطفيا. اوكي انت نزل لك فور اوف ووند، يعني دي حاجة مبشرة قوي. الفور اوف ووند ده خطوبة زواج ارتباط، دي الطاقة اللي انت فيها، دي الطاقة اللي انت عايزها، ودي الطاقة اللي جاية في طريقك. حياتك العاطفية لما ينزل لك الفور اوف ووند يبقى فيه استعدادات هنا للارتباط، استعدادات نفسية، استعدادات عملية. لو انت عايز يبقى هتقابل شخص قريب جدا وترتبط، لو انت مرتبط عاطفيا العلاقة دي هتتطور، ولو انت متزوج مش هتتجوز تاني. لو انت متزوج الحياة الزوجية هتكون سعيدة. ماشي، يعني في ارتباط جميل قوي قوي. ماشي يلا بقى نشوف بالتفصيل، يعني دي الطاقة المسيطرة عليك وعلى البرج قوس عاطفيا رجل ومرأة. ماشي بسم الله. الله يقوس، شوف بقى بالظبط ايه اللي بيحصل معاك في الفترة دي. وهنا سيفن اوف وونز، سيفن اوف كابس، و تين اوف بنتكلز، وهنا ايس اوف سورد. اوكي كلام جميل. انا عايز اقول السيفن اوف كابس برضو والتين اوف بنتكلز عاملين عمايلهم خير كتير قوي قوي جاي يقوس عاطفيا. وهنا الايت اوف وند والايس اوف كابس والسكس اوف بنتكلز وذا شربت. اوكي سيفن اوف وند شايفاك متردد، في طاقة تردد معاك الفترة دي. ممكن يكون في شخص في حياتك بس انت متردد من مشاعرك، مش متأكد من مشاعرك مع الشخص ده، حاسس ان هو مش مناسب او حاسس ان هو الوحيد المناسب حواليك، يعني في ناس تانية حواليك بس اسوأ منه. فانا شايفة احساسك للشخص ده مش متأكد من مشاعرك، مش عايز تتسرع في عواطفك معاه، مش عايز تتطور العلاقة دي باي طريقة. يعني شايفك انت بتحاول ان انت تهدي الامور. لو الشخص ده عايز يشوفك كتير، بيكلمك كتير، انا شايفك من ناحيتك انت بتهدي الامور دي. هنا لو انت متزوج او مخطوب وهتحس كده ان في بعض التشتت الفكري ما بينك وما بين حبيبك او زوجك، تحس ان انت الفترة دي مش لاقي نفسك معاهم. الطاقة اللي جاية لك دي تردد، مش متأكد من مشاعرك. حتى لو انت متزوج جاية الفترة دي جاية لك ملل، جاية لك نوع من التفكير مرتين في حياتك بشكل عام. طيب نشوف السيفن اوف كابس. لا السيفن اوف كابس كلام جميل قوي، بتقول ان انت في طريق للوصول للمكان اللي انت عايزه في حياتك العاطفية. يعني لو انت بتبحث عن الحب، الحب جاي في طريقك نفس السرعة اللي انت بتدور عليها في الطريق ده على حبيبك، حبيبك بيدور عليك بنفس السرعة يا قوس. يعني في هنا تساوي في البحث عن الشريك. الشخص اللي انت بتبحث عنه تأكد ان هو بيبحث عنك في الوقت ده. انت جاي لك طاقة السيفن اوف كابس، يعني في ليك توأم بتاعك بيبحث عنك. مش هقول توأم شعلة، هقول انه اكتر توأم روح، السول ميت بتاعك، الشخص اللي انت وهو مخلوقين لبعض، الشخص اللي انت وهو هتكملوا بعض، ده جاي في طريقك. استعد، ادي لنفسك فرص يا قوس. لو انت بالفعل معايا في الفترة دي، ادي للشخص ده فرصة، خليه يظهر مشاعره ليك اكتر، خليه يفتح قلبه، خليه يفضفض لك، حسسه ان انت كتاب مفتوح بالنسبة له. بلاش غموض، بلاش هدوء. هقول كمان ان السيفن اوف كابس هنا بيقول لو انت بالفعل مرتبط هيقول لك في تطور في العلاقه دي. يعني لو انت وزوجك كان في ما بينكم اختلافات، واضح ان الفتره دي الخلافات دي هتهدى، او هتعرفوا ايه اللي بيجيب الخلافات دي وهتبداوا تهدوها بنسبه كبيره قوي باذن الله. تين اوف بنتكلز، هقول ان ده على فكرة بما انها سنة جديدة وان طاقة معظم الابراج الفترة دي مهتمين بحالتهم المادية وشغلهم اكتر من الحياة العاطفية،
شايفاك كده بادئ كلك حماس يقوص، عايز تركز على شغلك، على عملك، على جامعتك لو انت في جامعة، على الدخل بتاعك، ومدي لحياتك العاطفية وقت، بس وقت قليل. انت محتاج في الوقت ده ان انت تدي حياتك العاطفية على الأقل نص الوقت حياتك العملية او البيزنس بتاعك، او شايف ان انت مقصر بنسبة كبيرة قوي في حق حياتك العاطفية، وده طبعا بيبان من رد فعل حبيبك او زوجك او رد فعل نفسك. انت حاسس ان انت يعني مش عارف بالظبط تدور على الشخص المناسب، او مش عارف تلاقي نفسك، مش عارف تهتم بنفسك، ده اللي انت بتفكر فيه. ففي الوقت الحالي انت محتاج ان انت تعمل نوع من التوازن في حياتك بشكل عام، عشان تلاقي وقت كافي ان انت تلاقي وقت لحبيبك او حبيبتك او لنفسك عشان تبحث عن الشخص المناسب. ايه صفصور، في بداية جديدة هنا جاية لنا لبرقوس، بداية جديدة. هقول البداية الجديدة دي لكل جزء منشق. دلوقتي لو انت عازب وبتبحث عن شخص ما، او فيك اكتر من شخص قدامك وبتعمل مقارنة، البداية الجديدة دي هنا انت محتاج تغيير اماكن، تغيير ناس، تغيير الطريقة اللي انت مثلا بتتواصل بيها مع شخص ما. شايفك ممكن تكون تواصلت مع اكتر من شخص ولا واحد فيهم حسيت معاه بأي كيمياء، حاسس ان الناس دي مش منك، مش ما فيش اي حاجة ربطكم ببعض. لكن الايس اوف سورد هنا بتقول لك خد بالك يا قوس، لان في وسط ما انت بتبحث كده هتلاقي الشخص مستخبي كده، بس هتلاقيه. استمر في البحث عن الشخص المناسب، ولكن لازم تطور من الامور اللي حواليك. يعني لو انت كل يوم مثلا بتروح الشغل ومنتظر ان انت تقابل حد في الشغل، لا، انت عارف ان الشغل ده فيه اكتر من واحد، ده مرتبط، ده مش عاجبك، ده من نفس جنسك. فلازم توسع السوشيال، لازم تعمل كوميونيكيشن اكتر، تعمل تواصل مع ناس تعرفهم، تخرج تروح اماكن جديدة. البداية الجديدة لو انت في علاقة عاطفية هيكون في تطور في حياتك العاطفية، التطور ده هيكون ملحوظ. يعني حبيبك هيعترف لك بمشاعره لأول مرة، هيقول لك يلا نطور العلاقة، هتحس معاه بالراحة اكتر، هتتأكد لأول مرة من مشاعر الشخص ده. ده لو انت في علاقة عاطفية. لو انت منفصل، في بداية جديدة هنا، بس الايس اوف سورد دي بداية جديدة مع نفس الشخص اللي انت منفصل معاه. يعني في بعض الاوقات بيكون البداية الجديدة ممكن انت هتنهي العلاقة اللي انت منفصل منها وتخش علاقة جديدة مع شخص جديد. لا، هنا انت لو منفصل عن حبيبك او زوجك او خطيبك، واضح ان هيكون في رجوع مع نفس الشخص ده، هتبدأ بداية جديدة. التواصل ما بينكم هيكون بطيء بس هيكون حاصل، يعني مش هتبدأوا ان انتوا ترجعوا لبعض كل 5 دقايق مكالمة، لا، هيكون في رجوع، هياخد وقت، اتصال، مكالمة اسبوعيا، كلام من ده، بعد كده الامور هتتحسن. ماشي، خلينا ناخد اول نصيحة عاطفية لبرج القوس للفترة من 10 ل 20 يناير بإذن الله. القوس، بسم الله، مان ميل، جايلك شخص كتير، انا مش جايبه حاجه من عندي، اتفرج بقى يقوس وشوف انت ايه رأيك. شخص جديد هيخش حياتك وهيكون رقم واحد في حياتك يقوس. شوف بقى انت بتبحث عن ايه، شوف انت بتتمنى ايه، شوف الشخص اللي معاك دلوقتي هو في حياتك ايه، وانت هتعرف ان الشخص اللي معاك او الشخص اللي انت هتقابله في الفترة الجاية دي هو ده الشخص اللي انت كنت بتبحث عنه، هو ده الشخص اللي هياخد رقم واحد او مركز واحد، لان هو ده مين ميل.
ميل يعني ده الشخص الأساسي في حياتك، الشخص اللي أنت بتتمناه. ماشي يا قوس. هنا جايلنا ايت اوف ووند. ايت اوف ووند برضو انا شايفاك هنا ندمان على امر ما، ممكن ندمان على تسرع في علاقة عاطفية خرجت منها، ندمان على التسرع في ان انت اتعرفت على شخص ما وانت عارف ان هو سيء، او عارف ان هو لعبي، او عارف ان الشخص ده هيتعبك عاطفيا، عارف ان الشخص ده مش الشخص اللي انت بتتمناه بس اتسرعت. الندم هنا بحدود قوي، يعني انت بتعيد حساباتك. طبعا برج القوس من البرج اللي بيقعد ويعيد حساباته، انا غلطت في ايه النهارده، انا عملت ايه كويس، انا عملت ايه وحش، كل ليلة كده انت بتفكر وحاسس ان الامر ده مضايقك قوي، عايز تصلح غلطتك بس مش للدرجة يعني، يعني ندمان بس بتقول لا خلاص بقى الموضوع خلص هعمل ايه. يعني لو انت كنت نهيت علاقة، بس لو انت دخلت علاقة انت مش متأكد منها وحاسس ان انت مش هتكون مبسوط فيها، انت بتفكر تنهيها يا قوس، لان انت مش هينفع تخش في علاقة عاطفية انت ندمان اصلا ان انت دخلتها. ايس اوف كابس، يعني انت جايلك ايس اوف سورد وايس اوف كابس. ايس اوف كابس هنا بتقول لك حياتك العاطفية الفترة دي هيكون فيها زيادة في العواطف، في المشاعر ما بينك ومن حبيبك، هيكون في كده يعني. خليني افهمها لك اكتر، لو انت عازب هتلاقي ان في اشخاص كتير قوي جايين في طريقك، اشخاص كتير قوي معجبين بيك. لو انت مرتبط هتلاقي حبيبك بيقول لك كلام حلو كتير قوي، مغازلة، عايز يشوفك كل يوم، ما لو متضايق منك هتلاقي في منه تواصل. لو انت متزوج وانت وزوجك في كده نوع من الروتين او نوع من الزهق في العلاقة، هتحس ان العلاقة ابتدت تبقى خفيفة عليك شوية كده، انت وزوجك او شريكك هتحس في تفاهم ما بينكو، تحسوا ان الحاجات الصغيرة قوي اللي بتحصل تخليكو تتشكلوا او تجروا شكل بعض مش هتحصل او مش هيبقى ليها اي تأثير. سكس بانتكلز، بتفكر في حياتك بشكل عام، شايفاك محدد، يعني شايفاك مخطط لحياتك الفترة دي يا قوس. شايفاك عايز مثلا تصحى في ميعاد معين، تنام في ميعاد معين، تاكل صحي، تروح الجيم، تروح شغلك، تروح مدرستك، تروح جامعتك. وانا شايفة ان انت منتبه لنفسك قوي، عندك طاقة ايجابية، عايز تعمل الصح، عايز تطور من نفسك، لان انت عارف انت لو طورت من نفسك كل حاجة في حياتك هتتطور اوتوماتيك. هو انت كده يا قوس، لما تلاقي حياتك نظمتها وصلت للدرجه ان انا دلوقتي بعمل اللي انا عايزه بالظبط، بصحى في ميعاد، بنام في ميعاد، شغلي مظبوط، حياتي مظبوطه، بتبدا تهتم بحياتك العاطفيه كمان. دي نقطه انت مركز عليها دلوقتي، بقول انا ههتم بنفسي، اهتمامي بنفسي ده هيجعلني اهتم بحياتي العاطفيه والاجتماعيه والعمليه كمان. ذا شيروت، شايفة في البعض منكو في علاقة ثلاثية أو كان في علاقة ثلاثية، والفترة دي أنا الأول إن أنت تختار، يعني أنا شايفاك في الوقت اللي أنت مش عايز تكمل في العلاقة الثلاثية دي، عفوا أنت دلوقتي بتفكر أكمل فيها ولا أسيبها خالص. دلوقتي أنت وصلت لدرجة إن أنا مش هفضل في علاقة ثلاثية. لو انت اللي عندك العلاقة الثلاثية انا شايفاك بتقطع علاقتك بشخص ما، ولو حبيبك هو اللي معايا علاقة ثلاثية انا شايفاك بتديله قرارك، يا انا يا شخص تاني، خلاص انت مش هتقبل بأمر العلاقة الثلاثية دي مرة تانية. ممكن تكون لسه مكتشف أمر العلاقة الثلاثية وعايز تنهيه من أول ما ابتدى، أنا مش هقبل بكده. ماشي يا قوس، هنا خلينا ناخد تاني نصيحة عاطفية لبرج قوس للفترة من 10 ل 20 يناير لعام 2021. كل سنة وانتم طيبين، طبعا العام الجديد عام خير يا رب وسعادة وسلام على الجميع. بسم الله. لافرز، يا سلام
قايله لك هنا ده اكيد، وهنا الكارت اللي جاي لك لافرز، في حب جاي في طريقك يا قوس، افتح قلبك واستعد، افتح الباب اللي انت قافله وخش بكل ثقة، لان الحب اللي انت منتظره هو منتظرك. لو انت في علاقة عاطفية، تأكد ان الشخص اللي انت معاه في الوقت الحالي هو ده السول ميت بتاعك، وده الشخص اللي انت هتكمل حياتك معاه. طاقة اللافرز جاية لك مع المين مان، يعني الاتنين دول بيعنوا ايه يا قوس؟ بيعنوا ارتباط، وان الشخص اللي جاي في طريقك هيكون حبيبك، وهيكون الشخص اللي انت بتتمناه كمان.